العماري عيسى من بلدية عين الخضراء، من يعني دوار ولا العيد شيء مفهوم، في صناعة الموس والسيف التقليدي العربي الأصيل. هذا هو السيف العربي الأصيل، هذا السيف مجسم تاع الأمير عبد القادر. هذا الموس يستعملوه الناس في المناسبات وخاصة العيد الكبير، يعني اللي يشري كبش وما يشريش موس ولا شاقور من عند عمو عيسى كأنه ما شراش يعني، فهمني. هذا السيف أطلقنا عليه وسميناه باسم شنقريحة، فهمني ولا. ومن بعد نروحوا احنا نخدموا لا 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 يعني الصناعات الموسمية فيما يخص الفلاحة، هذا احنا نصنعوا، هذا يقولوا له المنجل، هذا المنجل تاع الفريك، وهذه المنقة يخدموها بها الناس يحشوا بها الدبشة، وهذه يقولوا لها المحشة يحشوا بها الحشيش والتقليم على الأشجار. والقدوم هذه الفلاحين لازم الفلاح تكون عنده القدوم هذه باش يخدم على الشجرة، يحرك عليها ويصبرها. نروحوا هنايا الأثاث تاع الخيل والفانتازية، هذه هنا تمثل في الركاب، هذا يقولوا له الركاب. هذه الصباط نتاع العود يقولوا له، هذه يقولوا لها السميرة. هذا هنا يقولوا له الجام ويقولوا له الفاس. هذه هنا الشكيمة، هذه يديرها الحمار، هذه نتاع الحمار وهذه نتاع العود. هذه يقولوا لها العضاضة نتاع المنسج، هذه يستعملوها النساء في الدار. وهذه يقولوا لها اليازيلة خاصة بالمنسج. هذا يقولوا له الخلخال، هذا يستعملوه في العود ولا البعير كي يعود متشرد ويعود ياكل الرباط نتاع الخيط ونتاع الطارفه ونتاع الحبل، يوليو يديروا له الحديد، هذا الخلخال. هذه هي الصناعه تاعنا ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق والازدهار والخير للبلاد والعباد، وربي يجيب الشفاء ان شاء الله لناسكم.